لو قالوا لك ايش اهم الصفات اللي تميزك عن الاخرين وهتخليك تضيف للوظيفه هذه؟ ذكاء شديد، استطيع تحمل الضغط، الباب لا اقصى قوه، في عندي خبره 5 سنوات كمساعد مدير. هذا اللي في محل السمك كريم، محل سمك، محل خضار، هم ايش عرفهم فوق يعني؟ انهاء خدمه، كل ما اروح مكان ريحه تسبق. انت فالح اللي في النمك، كلمة لك وكلمة عليك، أبوك مع حد المحل ده هو اللي جايب لنا الخير يا يوسف. آخر مرة أخذت منك السمك سمامت أنا ما أدري. المحل لو ما سوى دخل خلال شهرين راح نشحت في الشارع. أنا أبغى أي مصدر دخل بس يسترني. في نبتة اسمها الحبسة. حبسة؟ إيش حبسة دي؟ يعني تعتبر أعشاب. الناتشورال أفروديزياك؟ أعشاب تقوية. عنا أي شيء، بس اللي أعرفه إنه الأشياء هذه عليها الطلب مرة عالي. آخذ 50%. ولد 15 لا أهفك على وجهك. 15%. إحنا بنبدأ مشروعنا نطلع ملايين، قوم. أنا لحد الحين ما فهمت إيش دخلت كل الناس دي معاكم. دخلتهم عشانهم أهلي. أنا صاحب المشروع. كده معناته خربت. انت غبي ولا اهبل؟ ايوه قفل قفل المويه. ايش لك تقول له على الحبسه يا ابو محل؟ الى يحبسوك يا بعيد. دقيقه ماني فاهم منك شيء. فين الاغراض؟ يا جماعه اني ورطتكم في مشاريع الفاشل. بس عاد ولا كفو شم ريحه مشاكل جديده.